الجوع في العالم أزمة يفاقمها تغير المناخ. 11.3% من سكان العالم يعانون من الجوع نتيجة انعدام الأمن الغذائي. نحو 800 مليون شخص يعانون من سوء التغذية يومياً نتيجة ندرة المياه وقلة المساحات الزراعية. واحد من بين كل 15 طفلاً في البلدان النامية قبل سن 5 يموتون نتيجة انعدام الأمن الغذائي. أكثر من 258 مليون شخص في 58 بلداً وإقليماً واجهوا في عام 2022 انعداماً حاداً في أمنهم الغذائي. الأرض لن تسد جوع الإنسان خلال 30 عاماً. أهلاً بحضراتكم. نزرع أرضنا ولا نستنى؟ صراع سنوي بيعيشه المزارعين في الدول اللي بتشهد موجات جفاف غير مسبوقة. وإيه السبب في ده كله؟ حاجة إحنا حاسين بيها كلنا وبتزيد سنة ورا التانية، ارتفاع درجة الحرارة. وعلى الرزنامة موعد المطر يلي بيعتبره الفلاحين دليل لبدء الموسم الزراعي مع الدقيق. التوقيت صار مختلف والانتظار صار أكبر. وحتى مواعيد الحرث والزراعة والحصاد بقت بتختلف مع توقعاتهم، والنتيجة الموسم في الأرض، الموسم فشل ومفيش أي ثمار. صورة بينقلها المزارعين عن بلدان جاعت أو على مشارف الجوع، موجات الحرارة والجفاف والفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات عم بتكون الأسوأ منذ عقود. خلونا نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ حبيب معلوف. أهلا وسهلا، إزيك حضرتك؟ أهلا وسهلا أستاذ حبيب. هنتكلم النهاردة مع حضرتك طبعا أكتر عن تأثير التغير المناخي المباشر على الأمن الغذائي والفقر والنزوح والهجرة، ومع الأسف بقى واحد من أهم مهددات الأمن القومي والأخطر على استقرار البلاد. ولكن البداية خليل رح بتكون مع أحد الشباب المهتمين بموضوع البيئة. خلينا نشوف عمار يوسف قد ايه ملم بهذا الموضوع من خلال الأسئلة يلي رح نطرحها عليه. مرحبا عمار. مرحبا، مساء الخير، يعطيكم العافية جميعا. مساء النور عمار. عمار، يمكن قبل بس ما نروح للأسئلة بتاعتك، أنا بفكر إن احنا إيه نعمل بعض الأسئلة للأستاذة مجدلة ويبقى الكويز اللي جاي معاها، يعني ايه رايك؟ مستعده؟ انا جاهزه، بس خلينا نشوف كمان عمار اذا جاهز. يلا عمار، رح نبلش معك باول سؤال نساله للكل. شو بتعرف عن التغير المناخي؟ طبعا عم بيصير كثير تغيرات مناخيه بشكل كبير. هذا الشيء بيكون مؤثر على العوامل الطبيعيه والبشريه. هلا بطبيعه الحال الكوكب او المكان اللي نحن عايشين فيه هو شيء عم بيستنزف في حاله، بس نحن البشر عم نسرع العمليه هي عن طريق عوامل كبيره، مثل خلينا نقول المصانع والتدخين وما الى ذلك. يعني رح نبلش احنا وياك يا عمار بالكويز. والسؤال الاول، شو هي النسبه المئويه للاشخاص الاكثر جوعا بالعالم يلي بيعيشوا بمناطق اكثر عرضه للتدهور البيئي الناجم عن تغير المناخ؟ اول اجابه 80%، 25%، 90%، 40%. شو بتقول يا عمار؟ ما حاستغرب اذا كان الرقم 80%. ما تستغربش عن جد، يعني احنا مش عايزينك تستغرب، هو 80%. صح، هو 80%. طيب عمار، اي من من الاساليب التاليه بيستخدمها برنامج الاغذية العالمي لمساعده المجتمعات على النجاه من الاحداث المناخيه القاسيه؟ اول حاجه مساعدات غذائيه فوريه، ولا انظمه الانذار المبكر اللي بتكشف الظروف الجويه القاسيه مقدما، ولا برامج التامين لصغار المزارعين في حاله فشل المحاصيل بسبب الظروف الجويه غير المتوقعه، ولا جميع ما ذكر؟ ما ذكر، خلينا نقول جميع ما ذكر، يعني اكيد اول ما نلاقيها زي ما قلنا قبل كده. جميع ما ذكر، خلاص يا دغري. السؤال الثالث لك عمار، اي من الحيوانات بيساهم بتخفيف الانبعاثات الكربونيه؟ الجمل، الحوت، التمساح، الكلاب؟ الجمل. الجمل قصدك؟ الجمل صح؟ ايه الجمل. لا، إجابة خاطئة يا عمار، الحيوان هو الحوت. طيب عمار، ايه اللي بيساهم
يساهم إهدار الطعام في التغير المناخي، صح ولا غلط؟ هل بيساهم ولا لا؟ هل يساهم إهدار الطعام بكميات ماشي يساهم في التغير المناخي ولا لا؟ صح ولا غلط؟ صح بشكل غير مباشر ممكن. هو صح جدا، غير اجابته يا عمار بس مش الحال. سؤال كمان لك يا عمار، اي من هذه الاطعمه له اكبر بصمه كربونيه؟ اللحوم، الاسماك المستزرعه طبعا، الاجبان والتوفو. اكبر بصمه كربونيه؟ خلينا نقول الاسماك المستزرعه. اكتر حاجه بتاكلها ايه في الاربعه دول؟ حسب عمار الأسماك. أكتر حاجة عجبان؟ لا، هي اللحوم يا عمار. أهو اللحوم. أوكي. اللحوم. حاولت أساعدك يا عمار والله. شكراً عمار لمشاركتك معنا اليوم. رح نرجع لضيفنا الأستاذ حبيب معلوف، أهلا وسهلا فيك من جديد. أستاذ حبيب، شو هو الأمن الغذائي وكيف نربطه بتغير المناخ؟ الحقيقة المنظمات الدولية اللي اشتغلت على موضوع الأمن الغذائي عرفت الأمن الغذائي هو بتوفر الغذاء وبالقدرة للوصول إلى الغذاء وبجودة الغذاء أو سلامة الغذاء. يعني هؤلاء الثلاث مؤشرات أساسية من يدلونا إذا كان في أمن غذائي ولا ما في أمن غذائي. وأنا بضيف عليهم هؤلاء الثلاث مؤشرات، المؤشر المناخي أو المؤشر البيئي، لأنه من دون البيئة ما في كمان أمن غذائي. بمعنى أنه نحن عندنا ثلاث عناصر أساسية مساهمة بإنتاج الغذاء، هي التربة وسلامة التربة، هي المياه وهي المناخ. يعني هؤلاء ثلاث عوامل أساسية مرتبطين بالبيئة، هن الأساس وراء إنتاج الغذاء. إذا ما في بيئة ما بعرف ليش الأمم المتحدة بس حطت بالتعريف كت معايير اللي ذكرتها، القدرة على الوصول وإلى ما هنالك. بعتقد أنه هذا العنصر الأساسي عم ينضاف أو لازم ينضاف على التعريف المتعلق بالأمن الغذائي، مؤشر أساسي. إذا كان في سلامة بيئة في أمن غذائي، في سلامة بيئة ما فيش أمن غذائي. يعني عم بتأكد أنه في علاقة بين تغير المناخ وأزمة علاقة أساسية، لازم تكون من ضمن المعايير الأساسية اللي عم ضيفها على التعريف المتبنى دوليا من قبل المنظمات الدولية، لا سيما الفاو والجهات الدولية المعنية بالأمن الغذائي. طيب في يومنا الحالي، هل المحاصيل الزراعية اللي موجودة على الأرض هتكفي أو البشرية أو كافية لإطعام كل البشر؟ من ناحية الوفرة اللي هو أحد عوامل المعايير الأمن الغذائي في الوقت الحالي، نعم، من ناحية الوفرة أنا برأيي متوفرة، بس في سوء إدارة. في أول شيء سوء إدارة للغذاء وفي هدر بالغذاء. يعني عم نحكي عن الهدر، بس نحكي عن الهدر، يعني نحكي عن ثلث الغذاء العالمي في، يعني هذا حجم الهدر فيه. وفي عندك سوء التعامل مع الطبيعة، وفي عندك السوء التجاري. أنت بتعرف أنه اليوم المنافسة بتقتضي أنه إذا اليوم عندك إنتاج كبير وصار على وشك أنه تخلص مته، بيتلفوه ما بيوزعوه، طيب ما يأثرش على السعر، طيب ما يأثرش على السعر، طيب يحافظوا على أسعار معينة لبعض الأصناف بيتم تلفها ولا بيتم خفض أسعارها. طيب وهذا شيء مخيف بالنسبة لل بسبب الممارسات دي، هل هنقدر أن احنا نأمن الغذاء لخمسين سنة قدام؟ هلا هي طبعا قصة 50 سنة والنقص بالغذاء والخوف من النقص بالغذاء هو عادة عم بيكون مبرر لابتداع تقنيات أو تسويق لتقنيات يقال أنها مساهمة في زيادة الغذاء. مثل بعد الحرب العالمية الثانية، أنت بتعرف بالحرب العالمية الثانية تم استخدام أنواع من الكيميائيات لحرق الأحراج اللي كان يختبئ وراءها العدو، وتم استخدام كيميائيات في الحروب بشكل أو بآخر لتسميم الأخصام بشكل أو بآخر. وعندما انتهت الحرب بقي هناك أطنان من الكيميائيات استخدموها كمبيدات زراعية بحجة أنه هذه المبيدات تؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة الإنتاج يؤدي إلى إزالة الفقر حول العالم. ومرت هذه الثورة وسموها الثورة الزراعية الأولى التي اعتمدت على المخصبات الكيميائية وعلى المبيدات الحشرية الكيميائية، اللي هي كان معتبرين أنه مخصبات مع
مع مبيدات لقتل الآفات الزراعية التي تأكل المواسم يمكن القضاء على الفقر وإنهاء موضوع الجوع حول العالم. إنما تسببت هذه الكيميائيات في تلف التربة، في تلويث الغذاء، وفي إنتاج أمراض جديدة غير الأمراض التي تنتقل الإنسان بفعل الترسبات الكيميائية اللي بتبقى موجودة على الخضار والفواكه والكثير من الأنواع. طيب اليوم بحسب الأرقام حبيب أنه 2 تريليون دولار بحاجة للدول الفقيرة أو النامية لتقدر تسد حاجاتها الغذائية. طيب إذا هالمبلغ ما تأمن، شو المخاطر اللي ممكن تواجه هذه الدول؟ أولاً ناحية الأرقام، وضع هذه الأرقام أنا شوي عندي إشكالية، حساسية حول هذه الأنواع من الأرقام، لأنه بحسها وهمية. مش بحسها بس وهمية، بحسها أنه مقصودة من أجل تشجيع هذه الدول على استثمارات معينة. يعني في أماكن معينة حول العالم بيقولوا أنه عندكم نقص، بتعرف المياه، متمنى المياه عنصر أساسي بالأمن الغذائي، أصلاً هي المياه بحد ذاتها مادة غذائية، وهي مادة غذائية للنباتات لتقدر تنضج طبعاً. وتقدر تنبت. الحكي عن نقص مياه بيبرر ساعتها عند الشركات الكبرى وصناديق الدولية الممولة والمقرضة لإنشاء سدود مكلفة بمليارات الدولارات، سدود للمياه أو لتحلية مياه البحار. وهول سببين عادة بيحكوا عن نقص المياه، بيجي دغري براهن الترويج لهاتين التقنيتين. يشغلوا شركاتهم يعني؟ طبعا. هاي استثمارات ضخمة جدا، عم نحكي، وهيدي بدفعوها تمنى للدول، يعني هاي ما فيهمش دفعوها لأي شخص يعملوا له سد لأشخاص أو لقرى، أو هاي بتنعمل للدول. ساعتها بتنحط هالأرقام قدام حكومات وكذا، بيخوفوا، وساعتها بيلجأوا لها مشاريع استثمارية ضخمة بحطوا فيها هالاستثمارات الكبيرة، إن بإنشاء السدود أو بترويج لكيميائيات جديدة اللي حكيت عنها، مخصبات جديدة أو مبيدات للحشرات أو للآفات الزراعية جديدة. طيب إزاي ممكن نحسن قدرات الدول النامية على الصمود قدام بقى اللي احنا شايفينه من تحديات التغير المناخي حالي اللي بيأثر طبعا على الغذاء؟ أنا برأيي اللجوء إلى الزراعات الإيكولوجية التي هي كانت متصالحة مع الطبيعة، التي هي متوائمة مع التغيرات المناخية، المتكيفة مع المناخ، والتي كانت مستوطنة، أي كان يعني بنعرفوها جدودنا وكان عندهم بذورهم اللي بيخلوها من سنة لأخرى، كان عندهم نظام غذائي، نظام زراعي صديق جدا للبيئة قبل أن تتدخل هذه التقنيات وتفرض نمط جديد من المعالجات مثل السدود أو مثل المبيدات والمخصبات الكيميائية وما هنالك. العودة إلى هذا النظام القديم أنا برأيي بيأمن أمن الغذائي، لأنه كان هو مرتبط كمان بدورة تخزينية تمنع الجوع، يعني كان يزرعوا يعملوا تنويعة، مش مثل ما حكينا امبارح بالنظام الواحد النوع الواحد من أجل أهداف تجارية. كان التنوع، إذا هذا ضربته البرد أو هذا ضربه الشتاء أو هذا ضربه الصقيع، إن هذا النوع في أنواع أخرى بتأمن. هذا التنوع كان جزء من الأمن الغذائي، إنه إذا راح شيء بيبقى شيء، وحتى إذا أكلت الآفات الزراعية من محصول، كان يقولوا باللغة الدارجة اللي بيروح من اللي ما بيروح منه ما بيبرك، أي ما بيصير بركة وبيطعم، يعني لازم يروح منه. معلش إذا راح منه، معلش الحشرات أكلت منه أو الطيور أكلت من هالمنتوج، بس بيبقى رزقهم. لأنه كمان كثير من أنواع الطيور والحشرات كانت تأكل هذه الأفات الزراعية، يعني الديدان اللي بتفوت على الثمار هيدا غذاء مهم للطيور. الطيور عندما تأكل هذه الحشرات بتخلص الزراعة وبتعطي إنتاج أكتر، لأنه 70% من أكل الطيور خصوصا الكبيرة منها دهون، أي الديدان، و 20 أو 30% حبوب أو يعني هو إنتاج المزارع. يعني هي بتأكل 20 أو 30% من الأفات الموجودة، وبتترك المزارعين إنه هن يكون، يعني الحل إن إحنا نوقف استخدام مبيدات الحشرات. كان الحل أساسا هيك أكيد. هلا إني صار بدك مرحلة انتقالية كثير قوي، مرحلة انتقالية ترجع ترجع وترجع تزرع النباتات اللي ما كانش بدك كتير مياه وما كانش بدك كتير، واللي كانت ميالة لأنه تكون أقرب إلى النباتات البرية من النبات الزراعية المدجنة أو المهجنة، وهذا مشكلة ثالثة هلأ بنحكي عنها. بحس دائما بأجوبتك أستاذ حبيب أنه بترجع للقصص التقليدية بالماضي اللي كنا نعتمدها أو الناس كانوا يعتمدوها، مش على التكنولوجيا والتطور اللي عم بيصير. هذا اللي كنت بدي حطه العنصر الخامس، يعني حكيت عن التربة والمياه
والتكنولوجيا هي عنصر أساسي اليوم بالأمن الغذائي. يا هي بتضر بالأمن الغذائي أو بتساعد. في تكنولوجيات مدمرة، في تكنولوجيات منقذة بشكل أو بآخر. فهي بده تقييم طبعاً. هذا التقييم تعملي على أساس شو؟ على أساس كيف كان قبله، كيف صار بعد، قديش هذا الجديد عم بيأثر على الطبيعة، لأنه الطبيعة بالنتيجة هي بتعرف بحالها أكثر من أي حدا، يعني أكثر من أي عالم. ونحن بنعرف اليوم بعلم البيولوجيا وعلم الإيكولوجيا إنه نحن بنعرف لنا شيء ما بنعرف 100 مليون نوع من أصل 10 ملايين. يعني نحن بعد عنا جهل بكثير من الأنواع الموجودة بالطبيعة، نحن ما بنعرف عنها شيء، وبنعرف شو وظيفتها بالحياة يعني، وبيعيش إنه كيف هي. تعرف أنت بالنظام الإيكولوجي كل حدا بيعيش من حدا، كل حدا بيعيش على حدا، وكله بيضل عامل توازن فيما بينه. يعني ما حدا بينقرض إلا إذا صار في غلط معين بيؤدي إلى انقراض أنواع، وانقراض نوع أو نوعين بيأثر على انقراض أنواع أخرى كانت تعيش من هالنوع اللي انقرض. فهذا نظام كان دقيق جدا، كان لازم التدخل التكنولوجي يكون أدق، مش دغري مثل ما حكينا بأن واحد بدغري يسوق لمنتج بعد عملنا اختراع دغري منزله على السوق، قبل ما ننطر كيف رح يكون له انعكاس على الأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الزراعية بشكل أو بآخر. أوكي، تزايد السكان وتغير المناخ هن مع بعض عم بيشكلوا تحدي كتير كبير لليوم للأمن الغذائي. كيف بغزوا بعض؟ طبيعي. أول شيء زيادة السكان. زيادة السكان أنا برأيي عنصر أساسي يعني مدمر بموضوع الأمن الغذائي وموضوع البيئي، لأنه حاجات الفرد وتطور حاجات الفرد مع تطور التكنولوجيا ومع تطور الدعاية والإعلان وإلى ما هنالك، خلقت الدعاية والإعلان حاجات جديدة عند الناس ما كانت أساسية. هذه خلق الحاجات الجديدة بفعل الإعلان والدعاية تطلبت زيادة استهلاك، زيادة استهلاك تطلبت إنتاج المزيد من النفايات وترك مزيد من النفايات اللي بتأثر سلبا على الحياة الإيكولوجية وعلى الحياة الزراعية وإلى ما هنالك. إحنا بنعرف اليوم إنه كتير من الأماكن الزراعية أصبحت مغطاة بالنفايات بشكل أو بآخر، وعندها تأثير كتير سلبي عليها. مشان هيك زيادة السكان يعني زيادة الطلب على الزراعة، زيادة الطلب على الأرض، احتلال المساكن، احتلال أراضي زراعية، الطرقات بدك تعمل طرقات جديدة. انت زرت قرية كان فيها 10 بيوت وصار فيها 200 بيت، بدك توصيلها اكثر، بيصير في عندك بديل طريق كمان عشان لانك بدك تطوري بدك توصلك على هالمنازل. هالطرقات راح تكون على حساب المساحات الخضراء والبيوت على المساحات الخضراء، بالإضافة طبعا إلى مواقف السيارات، بالإضافة إلى كل ما يتطلبه الحياة المدنية من مساحات على حساب المساحات الخضراء. وطبعا كل ما زادت مساحة السكان كل ما زادت الطلب على المياه كمان، لأن بدك تأمني مياه لهالمساكن كلها، وكل ما زادت الطلب على المياه بزيد إنتاج مياه الصرف الصحي. ومياه الصرف الصحي تعتبر المسبب الأول بتلويث الزراعة، لأنه بيسقوا وبيرووا بس يصير في عندهم نقص بالمياه العذبة، بيسقوا المزروعات بمياه الصرف الصحي لأنه يصير في عندها، وبيظنوا كتير المزارعين أنه هيدي فيها مواد مغذية للتربة بتساعدها على خصوبة أكثر، على تخصيب هذه التربة. وهذا ساعتها شفنا كيف زيادة السكان كيف أثرت على زيادة المناخ، كيف أثرت على الزراعات والطلب، وكيف أثرت بعدين على تملح التربة وعلى إنهاء خصوبة التربة إلى أبد أبدين. بالإضافة إلى ذلك تلويث المياه الجوفية، لأن أنت بس تستعملي كل هالمخصبات الكيميائية، بس تستعملي كل هالجراءات عم نحكي عنها، التسرق والمياه الصرف الصحي اللي عم تحطيها كلها هذه بترجع بتتسرب وتروح على المياه الجوفية وبتلوث مياه الشرب، وبيصير في عنا أزمة تانية غذائية هي عدم سلامة مياه الشرب. طيب أستاذ حبيب، يمكن إحنا محتاجين نعرف مع كل ده، والسؤال الأخير والأهم، إزاي نقدر إن إحنا نمنع المجاعة؟ بدنا نرجع للأنظمة الغذاء القديمة، بدنا نرجع لنظام التخزين. كنت عم بحكي عنه ما عادش كفاية الفكرة إنه أنت اليوم تنتج غذاء سليم، وبعدين في أنواع من الغذاء بتقدر تخزنها مثل زراعة الزيتون. أنت بتاكل زيتون وبتخزن زيتون وبتعمل منه زيت وبتضل تاكل كل السنة زيت. صح.
وهو زيت أهم غذاء بالنسبة له، زيت غذاء ودواء، وهو بعدين من جبت الزيتون بتعمل طاقة بتتدفع عليها، يعني شجرة متكاملة. هي ما كان لازم حدا أنا كتبت مرة عن كيف اعتراض شديد على تحويل أشجار الزيتون المقدسة تاريخيا إلى أشجار للزينة، وهذا كان إهانة كبيرة لهذه الشجرة المباركة التي عرفتها كل منطقتنا، واللي كانت تأمن تعتبر أهم عنصر غذائي بيأمن أمن غذائي مثل شجر الزيتون، بالإضافة طبعا للتين، بالإضافة إلى العنب، بالإضافة إلى كل هذه المنتجات الممكن أن تجفف وأن تبقى نأكل منها كل أيام السنة، بالإضافة إلى الجوز واللوز ها كمان يعني عنصر أساسي غذائي، بالإضافة إلى التمر والبلح وإلى كل هالمنتجات اللي ممكن تخزينها وأن تبقى كل السنة، وهذه أكيد لما يكون عندك منتجات بتبقى كل السنة يعني ما عندك جوع. يعني بالنهاية ما في تفاؤل بالمستقبل، وكلفة اقتنائها وكلفة رعايتها كتير قليلة. هلا عم سميها كلها ما بدها كيميائيات ولا بدها رعايه، وحتى بدها مياه قليل، حتى الطلب على المياه قليل. يعني بوادر خير بالمستقبل القريب ما في؟ لا لا، هيدي متوفره. العوده الى اذا ما بدل ما نضيف في بيتنا بونبون، يعني اذا نضيف شويه لوز مجفف، شويه لوز وشويه تين مجفف وشويه زبيب وعنب زبيب العنب المجفف، بعتقد احسن ضيافه، ويكون عم نحافظ على البيئه ونكون عم نحافظ على الامن الغذائي. ده حقيقي. شكرا لك استاذ حبيب معلوف لوجودك معنا اليوم. فاصل ورجع. اهلا وسهلا. حول العالم بقى في بؤر جوع ساخنة، وأرقام الوفيات بسبب الجوع صادمة. شبح نقص إمدادات الغذاء بقى يسيطر عليها بنسبة كبيرة. الظواهر البيئية شردت الناس من منازلهم وقتلت المشية ودمرت البنية التحتية الحيوية والأراضي الزراعية وعزلت المجتمعات عن مصادر الغذاء الموثوقة. مزارعون أصبحوا غير قادرين على زراعة المحاصيل، وما عادت العيال قادرة على تحمل تكاليف الوجبات الأساسية. يا خليل، يمكن في دول كمان جائع بسبب الآثار الشديدة لأزمة المناخ، وفي مقدمتها باكستان. الفيضانات لوحدها اتسببت في تجويع 14.6 مليون شخص، تليه على طول جنوب السودان ما يقارب من 5.6 مليون شخص بيعانوا من الجوع الشديد بسبب الكوارث الطبيعية. بالمرتبة الثالثة الجفاف كان موجود بالصومال، وأيضا كان أدى لتجويع 5 ملايين شخص. أما بالمرتبة الرابعة السودان، والفيضانات هناك تسببت بأزمة جوع لأربع ملايين شخص. وأخيرا مدغشقر، الأعاصير والجفاف والفيضانات كانوا السبب في أن أكثر من 270 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. طبعا كل الأرقام دي مصدرها منظمة فاو الأممية. أرقام فعلا خوف. بتخوف وبتوجع. يعني يلي تسببته الظواهر البيئية بدول عديدة حول العالم ما تركت المغرب بحاله، يلي عم بيعاني من أزمة مياه ملحوظة. ندرة المياه هناك ما عادت قضية ثانوية، للعام السادس على التوالي عم بيعيش المغرب عام آخر من الجفاف. وخلينا ما نجملش الأمور لحضراتكم، الأسوأ قادم. معلش أنا آسفين، بس تغيير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80% من الموارد المائية الموجودة في المملكة المغربية خلال 25 سنة اللي جاية. أولوية الحكومة أصبحت البحث عن تدابير جديدة ومبتكرة لتحقيق الأمن المائي المترافق مع الأمن الغذائي وتلبية الطلب على المياه الصالحة للشرب. لنعرف أكثر عن واقع الثروة المائية وتأثيرها على الأمن الغذائي، معنا الخبير بمجال التنمية المستدامة والمناخ أستاذ مصطفى العيسات. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. مرحبا بك أختي الكريمة. أهلا بك. سؤالنا الأول، يلكم أجمل، كيف يمكننا تقييم واقع الموارد المائية اليوم بالمغرب؟ نعم، كباقي دول المنطقة المغرب يعرف حالة شح مائي غير مسبوقة السنوات الأخيرة بسبب التقلبات والتطرف المناخي. تقلصت المياه الجوفية في الأقاليم الجنوبية بأرقام مهولة، كما أن صبيب السدود في السنوات الأخيرة هي في أقل من النصف في أكبر السدود كسد الحسن الثاني وسد المسيرة. حالة الأنهار التي جفت في العديد من مناطق المغرب، خصوصا في حوض تانسيفت ومجموعة من المناطق التي
يعد الماء فيها شيء أساسي بالنسبة للشرب وكذلك للقطاع الزراعي وللأمن الغذائي. اليوم نعيش حالة ندرة مائية غير مسبوقة تتطلب تغيير أنماط السلوك لدى جميع المتدخلين في مجال الحفاظ على الثروة المائية بالمملكة. طيب يعني أستاذ مصطفى، لو هنتكلم على السبب أن المغرب وصل للعجز المائي في المرحلة دي من الجفاف، هل السبب ممكن يكون التغير المناخي وقلة الأمطار بس ولا في أسباب أخرى؟ نعم، تتعدد الأسباب التي تتسبب في تقلص الموارد المائية في المغرب، إذ يعتبر التطرف المناخي جزء أساسي من هذه الأسباب، لكن هناك أسباب أخرى تتعلق بتدبير المجال الزراعي. تغيرت أنماط الزراعة في المغرب من زراعات معيشية التي تكلم عنها الأستاذ الخبير قبلي في هذا اللقاء إلى زراعات إنتاجات تصديرية، وجزء من هذه الإنتاجات التصديرية هي زراعات مستنزفة للمياه، وتم زراعتها في مناطق تعرف شح المياه. نتكلم عن الأفوكادو، نتكلم عن البطيخ في مناطق كزاغورة كورزازات، يتم سقي هذه المزروعات من المياه الجوفية، مما سبب خلال السنوات الفائتة موجات عطش شديدة في هذه المناطق ونزوح الناس إلى مناطق أوفر مياه. إذن اليوم مع التدخل الذي نادينا به كخبراء من أجل خلق صندوق لتدبير تداعيات المناخ، تأتي هذه القمة لتؤكد على ضرورة هذا الصندوق الذي بإمكانه أن يخفف من الأضرار الناجمة عن الموجات الجفاف وكذلك تقلص نسبة المياه التي هي أساس جزء كبير من القرى والمدن التي أساس الغداء بالنسبة لها وأنشطتها المكثفة هي أنشطة زراعية، وستتسبب عدم الاهتمام بهذه المناطق بهجرات واسعة قدرتها المنظمة الدولية على مستوى دول الساحل في إفريقيا وجزء من مناطق العالم إلى 70 مليون مهاجر يبحثون فقط عن موارد الماء والغداء. لأن الإشكال أصبح جد بنيوي ومعقد ويتطلب حلولا جذرية، مما استنفر الحكومة هذه السنة إلى رفع ميزانية المخصصة للاستراتيجية الوطنية للماء ب 44 مليار درهم من أجل تسريع الأوراش الكبرى، زيادة في بناء السدود كمحور أساسي، كذلك مشروع طموح هو الربط بين الأحواض المائية بأنابيب الماء، إذ أن المدن الكبرى كانت ستعرف شحا كبيرا في المياه لولا المشروع الطموح الذي تم إنجازه لربط حوض سبو بحوض أبي رقراق الذي يزود مدن كالرباط والدار البيضاء التي تعج بأكثر من 6 ملايين نسمة. اليوم تمام. هذه الإجراءات التي تتخذ كنا نادينا سابقا بأن نشتغل عليها وفق مفهوم استراتيجي، لكن اليوم نعالج الأزمات بشكل استعجالي ويتطلب تعاون إقليمي في هذا المجال للتخفيف من أضرار الجفاف في مستقبل الأيام كما جاء في تقريركم. أستاذ مصطفى، اليوم إذا بدنا نرجع كمان على موضوع السدود بالمغرب، ما بتقدر تسد حاجة السكان المائية خاصة بأيام الجفاف؟ نعم، نعرف أن الاحتياطات المائية في كبريات السدود المغربية هي دون المستوى العادي لها، إذ أن صبيب الأمطار في السنوات الأخيرة لم يشكل تعزيز قدرات هذه السدود في الاحتياطات المائية.
كذلك بعض السدود تعاني من الشيخوخة لأن فيها ترسبات للطمي، وبالتالي حمولتها أصبحت أقل من الحمولات السابقة بسبب الترسبات المتعلقة بالطمي داخل هذه السدود. وبالتالي وعشان كده عشان كده المملكة المغربية وجهت عشان كده المملكة المغربية زي ما حضرتك ذكرت وجهت يعني مبالغ مالية أو ميزانية الفترة اللي جاية دي لإنشاء بعض السدود الجديدة. نعم. طيب لو بين الحلول بناء أزيد من 40 سد كبير و 120 سد صغير تلي للحفاظ على الاحتياطات المائية، وكذلك أهم استراتيجية الآن تتخذها المملكة هو التوجه نحو تحلية مياه البحر، فتخصيص ميزانية ب 12 مليار درهم لبناء سبع محطات في كبريات المدن لتحلية المياه، توجه مكلف ولكن للضرورة ضروري. يعني بتعتبر تحلية مياه البحر من الوسائل لحل الأزمة؟ نعم، هي جزء من حل الأزمة، ولكن تشكل التكنولوجيا المستعملة فيها تحلية مياه البحر تكلفة عالية، تتطلب استثمارات مالية، تتطلب تدخل القطاع الخاص، تتطلب استدفار موارد تثقل ميزانيات الدولة التي تحتاج إلى تنويع الموارد المالية من أجل إنشاء هذه المشاريع. كذلك اليوم أصبح الاشتغال على محطات معالجة المياه العادمة، إذ أصبح غير مقبول سقي الحدائق والمناطق الخضراء بمياه صالحة للشرب، فالتوجه نحو المياه العادمة، مليارات الأمتار المكعبة تتوجه نحو البحر اليوم، بناء أزيد من 10 محطات لمعالجة هذه المياه لاستعمالها في المجال الصناعي وفي مجال سقي الحدائق إلى غير ذلك. كما تم العمل على سياسة حوكمة الماء وترشيده وسن قوانين من طرف وزارة الداخلية من أجل ترشيد المياه في المناطق السياحية والمسابح لعدم استغلال الفرش المائية والمياه الجوفية. اليوم طب لو هنتكلم على لو هنتكلم مع حضرتك على زراعة نباتات ومزروعات ما بتحتاجش المية أو ما بتحتاجش المية كتير، ممكن ده يساهم في حل جزء من المشكلة؟ صح، هذا هو التوجه الذي نادينا به، هو أن ننتقل إلى الزراعات الذكية مع المناخ. ونعرف بأن صندوق المناخ الذي اليوم يعرف تمويلات مهمة يذهب في تشجيع الأنواع من الزراعات الذكية مع المناخ، والتي يمكن أن نستنبتها في المناطق الصحراوية وفي المناطق كذلك التي تعرف شحا كبيرا في المياه، وبالتالي يخلق نوع من التوازن في توفير منتوجات غذائية أقل استهلاكا للماء، ونتوقف عن زراعات المنتوجات الثانوية المستنزفة للمياه. إذن أصبح شيء ملح أن نستثمر في البحث العلمي والتكنولوجيات الآن المرشدة للمياه، وكذلك الزراعات التي لا تستنزف المياه بشكل كبير في أوقات الندرة وشح المياه التي تعرفها المنطقة. أستاذ مصطفى، ذكرت قبل شوي أنه نسبة كبيرة من المزارعين بالمغرب عايشين على خير الأرض ومصدرهم الغذائي هو أرضهم، شو حجم الخسائر يلي بيتكبدوها سنويا بسبب ندرة المياه؟ نعم، اليوم نعرف أن العديد من الفلاحين أصبحوا يعيشون على مساعدات التي تعطيها الدولة من أجل الاستمرار في المسار المعيشي لهؤلاء الفلاحين، إذ تعتبر الزراعة النشاط الفلاحي أول مشغل في المملكة المغربية، إذ يشغل أزيد من 4 ملايين نسمة في جميع المناطق التي تعرف هذا الورش الفلاحي الكبير أو مخطط المغرب الأخضر. ثانيا نعرف بأن جزء كبير من هذه الفلاحين في زراعاتهم
يزرعون مواد من أجل الغداء للماشية، فقلة هذه الموارد أثر كذلك على الماشية وإنتاج كل الألبان والحليب وكل مشتقاته، مما أدى إلى نقص شديد في هذه المواد في الأسواق، وارتفاع بعض أثمان اللحوم في هذا المجال، مما أدى إلى. طيب لو هنتكلم على إن الحكومة، طيب يعني بنشكر الأستاذ مصطفى العسايات الخبير في مجال التنمية المستدامة والمناخ، كان موجود معنا من المغرب. فاصل ونرجع نكمل باقي حلقتنا. وصلنا للقسم الأخير من حلقتنا ومستمرين بموضوع التغير المناخي وتأثيره على الأمن الغذائي، موضوع حيوي ومهم جدا، فاستدامة إنتاج الغذاء وتوزيعه بشكل عادل بيحمي المجتمع من الجوع وبيعزز الاستقرار الغذائي. في مبادرات عالمية وعربية كتير تم إطلاقها في هذا الإطار، ومصر تحديدا، وخلال مؤتمر الأطراف العام الماضي COP27 اللي انعقد في شرم الشيخ، تم إطلاق مبادرة فاست المعنية بطبعا الغذاء والزراعة. بينضم لينا من مصر عشان نكلمنا أكتر عنها دكتور مصطفى فهيم، مستشار وزير الزراعة، محمد فهيم آسف، مستشار وزير الزراعة، عشان يمكن نحكي أكتر مع حضرته عن المبادرة ونعرف من سنة فاتت لليوم اللي اتحقق فيها. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، ربنا يخليك. أهلا بك. يعني حابين نعرف أول حاجة المشاكل اللي بتواجه مصر في موضوع الأمن الغذائي. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر حضراتكم جدا على إتاحة هذه الفرصة. خلينا نتكلم في قضية مهمة جدا، قضية تغير المناخ وكل ما يرتبط بهذه القضية. في النهاية احنا بنوطن ثقافة تغير المناخ في نفوس كل الناس، سواء كان مواطن بسيط، مزارع، متخذ قرار، مثقف. فقضية تغير المناخ معروف أهمية وخطورة هذه القضية على كل نواحي الحياة بما فيها ملف الأمن الغذائي. طالما اتكلمنا على ملف الأمن الغذائي، هنبسط للناس هو الغذاء والسلع والمحاصيل اللي لها علاقة بالغذاء إيه علاقتها بالأمن، ليه يسموه أمن غذائي؟ لأن في النهاية توافر الغذاء والسلع لأي دولة ولأي مجتمع هو نوع من الأمن، هو نوع من السلم المجتمعي والسلم الاجتماعي المهم جدا. لذلك هذه القضية تلقى اهتمام كبير جدا بكل الدول بدون استثناء، سواء دول متقدمة أو دول نامية، سواء دول عندها وفرة من الغذاء أو دول مستوردة للغذاء. فملف الأمن الغذائي ملف مهم جدا، ولكن بسبب ما يرتبط بقضية تغير المناخ للأسف الشديد أصبح هذا الملف هش، أصبح ملف الأمن الغذائي يقابله تحديات وصعاب كبيرة، بسبب أن التغيرات المناخية في معظمها هي تغيرات سلبية، زيادة في وتيرة الحرارة، زيادة في الجفاف، زيادة في الظروف المناخية الجامحة، العواصف الثلجية إلى آخره. كل ده بيأثر على الأمن الغذائي في الدول. قطاع مهم هو قطاع الزراعة، وهو القلب النابض لملف الأمن الغذائي، لأنه هو اللي بيوفر السلع. وبالتالي كان هناك إطلاق مبادرة فاست أو مبادرة الزراعة والغذاء من أجل التحول المستدام، وهذه المبادرة أطلقتها مصر كرئيسة لمؤتمر COP27، وهي تم إطلاقها للعالم كله مش لمصر فقط. المبادرة باختصار شديد جدا هي مبادرة تهتم في المقام الأول بحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ ما يسمى بإجراءات التكيف. أنا في مصر أو في أي دولة المحاصيل المنزرعة لا تستطيع التكيف مع هذه الظروف المتغيرة من المناخ، فمحتاج أن أنا أساعدها، محتاج أن أنا أحول نظام إنتاجها، عشان كده اسمها التحول المستدام، هو التحول من نظام قديم حساس للمناخ ويتأثر سلبياً بأي تغير في المناخ إلى سيستم أو منظومة تستطيع أنها تتوائم مع المناخ. هذا التحول يحتاج إلى تمويلات. هدي مثال طبعاً أكيد دكتور محمد، يعني بداية كيف عم تسعى هالمبادرة لتحقيق الاستدامة بمجال الغذاء والزراعة؟ المبادرة تضع ثلاث محاور أساسية أو ثلاثة بيلرز. هذه المحاور هي: المحور الأول هو له علاقة بحشد التمويل، أن يكون في تمويل من مين؟ من الدول المتقدمة المسببة لظاهرة تغير المناخ بسبب غازات الاحتباس الحراري وبسبب الصناعات على مدار عشرات السنين فاتت، وقد تربحت هذه الدول من هذه الصناعات، ولكن دول أخرى تأثرت بسبب تغير المناخ. فهذا المحور الأول هو حشد التمويل. المحور الثاني هو المعرفة
ونقل التكنولوجيا. الموضوع مش موضوع فلوس واموال وبس، موضوع ان في تكنولوجيا مهمه ان انا انقلها. عشان كده كنت هدي امثله لاهم اجراءات التكيف اللي انا محتاج امولها. في مصر على سبيل المثال عندي تقريبا 6 مليون فدان في الاراضي القديمه بتروى بالغمر في معظمها. هذه الاراضي تحتاج الى التحول للري الحديد، ان انا اروي بالتنقيط توفيرا للمياه وتوفيرا للاسمده وتوفيرا للكيماويات، وفي نفس الوقت وده جزء مهم تكيفا مع تغير المناخ، لان الري بالتنقيط ده بالظبط هندي مثال للناس زي انبوبه الجلوكوز اللي محطوطه في واحد في فتره نقاهه. الزرع في التغيرات المناخيه بيكون في فتره نقاهه محتاج يكون في امداد دائم بالمياه وبالاحيانا ببعض المركبات اللي بتساعده. فتحول الري الحديث بالتنقيط وبالرش مهم جدا. طب عشان اتحول في 6 مليون فدان او 4 مليون فدان محتاج عشرات ومئات المليارات، انا ما اقدرش استقطعها من الموازنه العامه للدوله، هيبقى عبء كبير جدا. فمحتاج تمويل من الدول اللي تربحت وضخت مليارات الاطنان من ثاني اكسيد الكربون على مدار سنين طويله وخربت على الاخرين معيشتهم بسبب تغير المناخ. انا محتاج هذه الدول انها تدعم، مش صدقه، ده حقي في على كوكب هذا الارض، بما انه حق الارض ده اسم برنامج حضراتكم، صح. حق الارض ان من يعني من افسد شيء فعليه اصلاحه. هي المبادره طيب بتدور حوالين كل هذه المفاهيم. طيب دكتور محمد، يمكن حضرتك ذكرت الاهداف او الركائز الاساسيه اللي بتشتغل المبادره على تحقيقها. من سنه فاتت لحد النهارده المبادره حققت ايه؟ بالظبط المبادره بدات تاخذ الشكل التنفيذي. طبعا المبادره معروف ان هي خطوط عريضه، يعني يتم اطلاقها في مؤتمر الاطراف على انها خطوط عريضه وتاخد وقت تقول للتنفيذ. والله دي فكره، دي فكره، والدول اللي تحب تنضم لهذه المبادره تنضم، وادي محاورها الاساسيه بصوره مختصره. في الفتره اللي فاتت بدا يبقى في اجتماعات مع منظمه الاغذيه والزراعه وهي الشريك الرسمي في لمصر في اطلاق هذه المبادره، ان نبتدي نحط ما يسمى بالصيغه التنفيذيه بالخطه التنفيذيه لتنفيذ هذه المبادره. فنبتدي نحدد الدول اللي يمكن ان تساهم باموال او بتمويلات يعني او بتكنولوجيا، احيانا باسقاط ديون على بعض الدول. المهم في النهايه يكون هناك مساهمه من هذه الدول. في النقطه الاخرى تم التوافق على ما هي اجراءات التكيف اللي ممكن يتم تنفيذها على مستوى الدول كمشروع اقليمي او كمشروع جماعي لدول كثيره فيما يخص اقلمه او تكيف الانتاج الزراعي مع التغيرات المناخيه. وتم التوافق على خيارات كثيره، اهمها طبعا حصاد المياه، اهمها ان يكون هناك تحول للري الحديث، اهمها ان يكون هناك محاصيل يتم استنباطها من بعض الدول سواء المتقدمه او الدول المنضمه للمبادره، وامداد الدول الاخرى بهذه التقاوي بهذه الاصناف بحيث تتوافق مع تغير المناخ وكثير من المحاور التي لها علاقه بالخطه التنفيذيه. طيب دكتور محمد، طلبت وزارة الزراعة المصرية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو تقديم الدعم المطلوب لمبادرة فاس للأنظمة الغذائية والزراعية من أجل وضعها على أولويات مؤتمر المناخ الحالي كوب 28. ليش؟ هالمبادرة ما لقيت دعم دولي من العام الماضي لليوم؟ لا، هي المبادرة حتى في مبادرة أقوى، مبادرة الإنفو كلايمت، مبادرة إماراتية أمريكية، يعني دعمها جاء من الدولتين. يعني المبادرات بتاخد وقت طويل، ويجب بس ان عندما يتم اطلاق مبادره ان يتم ضمان ان تكون مبادره حاضره في كل مؤتمرات الاطراف. فده اللي تم طلبه من الفاو في خلال مؤتمر الامارات المنعقد حاليا في دبي، ان يكون هناك يعني ان تكون المبادره حاضره في فعاليات هذا المؤتمر. وده اللي فعليا اللي هيبقى موجود يوم 10 ان شاء الله ديسمبر في يوم الفود سيكيورتي، ان هناك سيشن كامل لمبادره فاست في طرحها لكل الدول، طرحها لشركاء التنميه، ان يكون هناك كمان توضيح للمبادره غير الخطوط الاساسيه اللي تم اطلاقها في العام الماضي، بحيث يمكن الدول اللي ممكن انها تساهم في تمويل ويمكن الدول الاخرى التي يمكن ان تستفيد من هذه المبادره في الانضمام بهذه المبادره، وبالتالي يكون هناك يعني عدد كبير من الدول المنضم ليها، ونبدأ في التنفيذ في خلال مثلا بعد هذا المؤتمر وفي خلال العام القادم يبتدي ننفذ هذه. واحنا في مصر فعليا بدأنا ننفذها
تحت مظله ما يسمى بمشروعات نوفي. ومشروعات نوفي دلوقتي يعني في حوالي 5 مشروعات في قطاع الزراعه، صح هي مشروعات وطنيه داخل حدود مصر فقط، ولكن نموذج مهم جدا للدول الاخرى ان يمكن ان تستفيد من هذه المنصه، منصه نوفي، وهي تحت مظله يعني جزء الزراعه بتاعها تحت مظله مبادره فاست. طيب هاخد من كلام حضرتك، ويمكن خلينا نعرف كل مشاهدينا ازاي هتقدر فاست تتحسن من كميه ونوعيه المساهمات الماديه لتحويل بقى الزراعه والنظم الغذائيه بحلول سنه 2030. خلينا نقول لدعم ايه؟ التكيف والحفاظ على ارتفاع درجات الحراره عند درجه معينه مع دعم الامن الغذائي والاقتصادي. زي ما حضرتك قلت بالظبط، دي احد محاور او احد توجهات عمل المبادره، ان يكون هناك يعني استفاده على اكبر قدر ممكن من التمويلات المتاحه. طبعا كلنا عارفين عشان يبقى الامور واضحه ان التمويلات المتاحه للتكيف بتكون اقل ما يمكن، يعني لغايه دلوقتي لم تكن على قدر الحدث، غير التمويلات المتاحه للتخفيف اللي هو الميتيجيشن من غازات الاحتباس الحراري، لان في النهايه هي تمويلات رايحه لمشروعات استثماريه، اقامه مشروعات طاقه كبيره، اقامه مشروعات للنقل النظيف الذكي، اقامه مشروعات لها علاقه بالطاقه الحيويه، كلها مشروعات استثماريه تضر دخل. هل قدرتوا هل انتوا للأسف قادرين مشروعات التكيف، هل انتوا قادرين ان انتوا تخلوا المشروع بتاعكم او يعني خلينا نقول فاست انها تقدر تواجه كل ده، يعني تواجه كل زي ما بنقول البادجت بقى الموجهه للمشاريع الضخمه ومشاريع ليها اولويات اكتر، يعني الامن الغذائي يعني ما فيش اهم منه، يعني هل قادرين ومستعدين الفتره اللي جايه زي ما حضرتك قلت ان انت تبقوا متواجدين في كوب 28 ان انت تقنعوا كل الشركات او الدول الموجوده انها فعلا تساهم ماديا؟ حضرتك يعني قلت الاجابه ضمنيا داخل السؤال. طبعا طالما ذكرت كلمه ملف الامن الغذائي، فهذا الملف اصبح ذو حساسيه كبيره جدا للدول، ويمكن الاستثمار في الامن الغذائي اصبح له اهميه عظمى لكل الدول، لان لقينا في الازمات اللي حصلت كوفيد وبعد كده الازمه السياسيه الموجوده في شرق اوروبا الحرب الروسيه الاوكرانيه، ان الدول معاها اموال ومش قادره تشتري سلع، ما فيش غير متاح. الدول المنتجه للغذاء انغلقت على نفسها وتوقف التصدير، والدول المستورده حتى لو معاها اموال مش قادره تستورد. فهذا الملف ملف مهم وخطير، ملف الامن الغذائي، ويعتبر هو ملف استثماري في المقام الاول، هو استثمار السلم الاجتماعي والحفاظ على الامن المجتمعي لاي دوله، ده اهم استثمار لكل الدول بدون استثناء، حتى استثمار للدول المتقدمه، مش من مصلحتها ان يكون هناك مشاكل في الدول الناميه، وخاصه لو كانت قريبه من الحدود او قريبه من مصالحها، مشاكل كبيره. وفي امثله كتير، يعني احنا مش في يعني وقت ان احنا نقول امثله، ان احيانا ملف الامن الغذائي يسبب مشاكل امنيه كبيره جدا للدول المتقدمه، الهجره غير الشرعيه الموجوده هي ناتجه عن مشاكل كبيره في ملف الامن الغذائي، لا علاقه بتغير المناخ من بعيد او من قريب. في النهايه الهجره غير الشرعيه تمثل عبء كبير جدا على دول شمال المتوسط، وهناك مبادرات كثيره جدا لتحسين مستويات المعيشه للدول كي لا تحدث هذه الامور، فهذا اكبر استثمار على كوكب هذا الارض. يعني نتمنى ان احنا نلاقي نتيجه مرضيه لنا جميعا، تحقق انجازات في المستقبل ان شاء الله. شكرا دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعه المصري، شكرا لحضرتك. لا سلوكيات وممارسات البشر دور كتير كبير بتلويث الارض مثل الحروب والنزاعات. تفاصيل هيدا الأثر بالفصل الثالث من حكاية الأرض. انفجارات، دمار، دخان متصاعد، موت، الكثير من الموت. في الحروب ليس البشر فقط من يموتون، صراعاتكم البشرية تقتل كل أشكال الحياة على الأرض. من المؤسف أنكم مع نموكم الحضاري تطورون أيضاً أساليب تدميركم. الجيوش والأسلحة، الصواريخ والمعدات تستنزف مواردي، تدمر مساحاتي الخضراء، تسمم الماء والهواء، تسود مستقبلنا جميعاً. الجيوش مسؤولة عن 5.5% من جميع انبعاثات الغاز الدفيئة على مستوى العالم. الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم المنضب تبقى آثار إشعاعها لعقود من الزمن في التربة والمياه والهواء.
أما الأسلحة الحارقة مثل الفوسفور الأبيض عدا عن كونها سامة فهي تحرق مساحات شاسعة من المسطحات الخضراء والمحاصيل وتدمر البيئات الطبيعية لعشرات الحيوانات. الأسلحة التي طورتموها تقتل في الحروب نحو 90% من الحيوانات في المناطق المستهدفة، عدا عن أن استخدام الأسلحة المتفجرة عموماً يخلف كميات هائلة من الحطام والأنقاض. هذه النفايات تلوث المسطحات المائية والتربة والهواء، ما يجعل المناطق غير آمنة للعيش فيها. أعلم أنكم توقعون الاتفاقيات وتتعاهدون بالالتزام بأخلاقيات في الحروب، لكنكم لا تطبقونها. استعراض القوة في صراعاتكم، أنا وباقي المخلوقات ندفع ثمنها. يعني خليل، كل ما بنحضر فصل جديد من حكاية الأرض بنحس أنه قد ايه الأرض موجوعة، عم تنتفض نورا اللي عم بيصير منا ومن كل شيء عم بيصير بالعالم. الفكرة أن احنا بعض الكلمات مكتوبة احنا بنعبر بيها على المقاس اللي احنا شايفينها، ما بالكم هي لو كان لها صوت حقيقي كانت ممكن تقولي أو تعملي. وصلنا لختام الحلقة ولمعرفة جواب السؤال اللي طرحناه بالأمس وكيف كانت الإجابات، وقد في ناس قالوا لا وقد في ناس قالوا نعم. السؤال كان: مقارنة بعام 2021 هل انخفض معدل التلوث بالعراق؟ والإجابات اجت على الشكل التالي. شو يا خليل؟ 72% قالوا نعم، 28% قالوا لا، وطبعا الإجابة الصحيحة لا، لأن معدل تلوث العراق زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اللي كان مركز معانا ارتفع من المرتبة العاشرة سنة 2021 للمرتبة الثانية عالميا في 2022، يعني هي سنة واحدة. أما سؤال حلقة النهاردة هو: هل من الممكن لزراعات معينة أنها تساهم كمان في تلويث الهواء؟ شو قولك؟ أكيد هلا منشوف. لو حابين تعرفوا الإجابة على هذا السؤال أكيد فيكم تفوتوا على موقعنا الإلكتروني أو منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكيد الإجابة رح بتشوفوها بختام حلقة بكرة. شكراً لحضراتكم، وأكيد طبعاً بقى كل واحد عايز يعرف الإجابة يعني غشش الناس شوية أو ساعديهم يرجع يحضر حلقة اليوم. بالضبط، كل حلقاتنا تلاقوها متوفرة طبعاً على موقعنا الإلكتروني، وأكيد بكرة معاك جديد وحلقة جديدة وأنا أعرف حق جديد من حقوق الأرض علينا. شكراً لحضراتكم، إلى اللقاء.